بكل الود بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل تتواصل الجولات نتاعنا جولاتنا. نرجع لتونس الكبرى، البارح كنا في رفراف، مدينة رفراف المدينة الساحلية اللي محلاها اللي هي جبل وبحر وأسعار زادة كيف كيف محلاهم مقارنة معناها بالبلايس أخرى. اليوم نرجع للفيات ويرجع معايا صادق الصفاقسي أبو أدومة وفاطمة اللي أمن في الصور هذية، وعلى خاطر هو لبس مظلة أنا ما حبيتش نلبس الشاشية دونك باش ما نبداوش ثم كونتراست ما بين بعضنا حتى لين غدوة نرجع المظلة إن شاء الله. جينا للفيات وأنا بالعاني باش نبدا من الباب هذايا نتاع مرشي لفيات، لكن أنا بديت من هنا من الورد لأنه كان تخزر يا صادق معناها القطاع هذايا لهنا في لفيات قطاع قاعد يموت تدريجيا، معناها هذوما النواورية نتاع لفيات ولا يقل وأنا در اللي يعرف ثم النواورية لهنا ما أنت وكل شنو حوال الخدمة معلم في النهج هذايا؟ والله ما غير ما نتكلموا خير سي محمد علي وفي العديث جستومون. انا جيت باش نتكلم على هالقطاع هذا اللي قاعد يموت. صور وشوف تو انا هاني قاعد نصور في الاحوان مسكره ديجا وكهوا حاج ما عادش فيها صديقي، ما عادش حتى الخبز ما عادش خالتين عليه، هو الخبز اليوم في اذرار والله والله ما عاد خالتين على شيء. نقعدوا بثلاثه بالاربع ايام واحد ما يبيعش ورده، مشيت لفيات لا حاج ما عاد حاله تكرم، وما همش متفكرين نجم لهم على بالهمش بينا راه ما في بالهمش اللي احنا متابعين الدوله ولا ما نعرفش. ربي يجريها على سلاح يا حاج. امين يا رب امين. ربي يجريها على سلاح. صدق هذه كلمتي، انا جيت على خاطر النواورية اللي حكيت عليهم برشا مرات واللي هما اليوم في لفيات حتى حد ما سمعنا حتى حد ما حب يجي يطل على الناس هذوما. احنا حكينا مع شكون في بلدية تونس ويقول انه هذوما باش يعوضوا لهم الخسائر نتاع الكورونا، لحتى ما صار حتى شيء. على كل باش نقعد كل وين نجي لفيات راني نبدا من الورد، واليوم باش ندخل من الباب هذا ندخل بساقنا اليمين يا صادق هكا، هذا واحد من ابواب معناتها هذا باب ظريف. شوفك الحاله بدا واحد ما يلقى ما يقول راه يا صادق اهلا بيك صباحك فل نمشي وغديك. الله عينك في مرشي لفيات يمكن الحاجه الوحيده اللي مازالت ماشيه هي الكسكروتات تقريبا هكا فهمني، اما الباقي كله قاعد يتراجع. معلم الاخير منين جبت الخبز اليوم؟ ثم اضراب قبل هاو اضراب. ربي عاونك كنت عمل لي اي خلينا نجيب حذاك الخبز الاضراب. احنا طاو في صالح المواطن ولا لا؟ انا تسامحني سي محمد علي كان علمني البارح اللي هو باش يضرب، راني اليوم ما خدمتش انا وربحت راحتي. عندك الحق اللي حضرت هذوما سي محمد علي شنعمل لهم؟ لا واحد حاشاك في الله يبارك. انا حتى كنت في الوزاره سامحني قلت اللي الناس هذوما من حقهم يستعملوا الزيت المدعم، لانه شكون اللي باش يجي ياكل كسكروت عندك ولا باش يعمل صحن كفتاجي؟ هو المواطن التونسي المتوسط. علي تو كنت تقول انت ليسونس الوقود، انت عندك كاتري بزوز ملايين ولا بثلاث ملايين تصب في الليتر وقود قداش تو؟ بلفين ولا قداش؟ بلفين. والاخر عنده كهرباء ب 100 مليون يصب في وقود بلفين، يجيوش كيف كيف؟ ما يجيوش كيف كيف. خلينا ديما انا نقولها كلمتي ربي يجريها على السلاح. امين يا رب. امين يا ربي. والله الخمسه نتاع الصباح بالكشك خاطر عليه علمني من البارح قال لي انا مش خادمين، واللي قال لي جاني الصباح بكري قبل ما يبدا قبل ما جاي يعطيني كميه صغيره واني نكملوا بها. ربي يعاونك. عايشك عايش محمد. داير هو مرشي لفيات بقى منورين الكسكروت هكا ان شاء الله. هيا صحن تونسي بقى مشخشخ. لا احنا القوطه وجبنا القوطه هو عندنا سمير صحن تونسي بقدر صحن تونسي مشخشخ ما سمعتكش. قال لي لي كان لي انا ب 5000 تسمع سمير راه 10 من اللي كان لبرا من المرشي القديم. وانا نعرفك وقت كان المرشي باهي وانا انت في الاقتصاد يا حسن. كان المرشي مرشي لفيات يجوه الوزراء تو المرشي هذا يبكوا فلسنا قينت علينا.
ولا هين هاك تشوف قدام من نصبه فارغه ما عاد فيه هذاك. علاش باش نبدا من هنا باش نصور نسب الفارغه؟ هذه عينه من العينات نتاع المرشي اللي هو اهلا بيك قاعد يموت هاك تسمع في الحرقه نتاع الناس معناها والوجع اللي صباح خير اخويا نهارك طيب فهمني سايس روحك صادق بالله شوف شوفك الحاله شوفك الحاله رو لو كان نصور لكم الداخل ما عيب باش نصوروا حاجات الحقيقه ما انزل الله بها من سلطانه خلينا نخدموا هكا خير على الاقل نوريوا الفراغات هذيا والمرشي اللي يولي مرتع نتاع ماكم تعرفوا هكا الحاجات اللي مش لازم نسميوها احنا اجا نشوفوا اللحم يا صادق من بعد نشوفوا غديك الحوت وشويه خضره بالشفاء عايشك عايشك هذا واللحم اللوكال نتاعنا لا سلاميه هذاك علوش نقدا سمو معلم كلمني من غادي الهبره هيك ب 30 دونك علوش كيف كيف نورمال مو نورمال مو هيا نمشي وغاديك ثم الدجاج الراجل متعدي بموتور سلام متعدي بالموتور متاعو صباح خير اهلا بيك الله عينك جبال الحانوت مسكرة بالله دقيقة صادق خنخليو الراجل يتعدى ساعة شبيه الحانوت مسكرة كفر الجيني يا اخويا متاع المرشي علاش مسكر ما عادش المرشي ماشي تبيع ماش بتبيع من يهملوه من الوسخ ومن الغلاء ومن العبيد اللي تزيد في الاسوام وتنقص في الاسوام بتبيع باش يبركوه اخويا بالحق هو مشى مات مرشي لفايات مش هذا المرشي لفايات مات انا قلت لك مناش من الوسخ من قله الرقابه نتاع الاسوام ما برشا حاجات خويا ربياتي ربياتي ريت هذا من الشباب اللي هذاك مشروعه هاك مسكر جيت في رمضان وبعد رمضان والله 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 عبارة على الدبو الله عينك هاش بارا أخويا طن كمل ونشوفوا غديك الأسوام السلام عليكم هاي مسج حار عظم ب800 الدجاج 6990 والإسكالوب هاي البلاكة متاعها 13 دينار و490 هي تتسمى هبطت مقارنة بجمعتين التالي وصلت حتى 15 دينار الاسكالوب العظام ب 800 هاني نشوف فيه هاني نشوف فيه باهي نعمل حتى باش نعملوا عجه هاد الكواشه مقرفين هي كيفاش باش نعملوها العجه فما خبز لا فما حد شيء نطيبوا مقرونه نطيبوا هاد شبيه نعملوا قال راجل طبيكة في القهوه قال لي نعملوا شرب بريك وتتعدى تنجح تنجح نهارك اسعد وبرك ايا مل علي من غادي انا جيتك بكري اكيد دينار و300 البطاطا هاني نشوفها الطماطم 11.80 البصل 980 ولد القمره بالله ب2000 الفلفل المسكي وينه هاوكا 2000 2070 2600 الحلو 3000 اللوبيا الخضراء 4 دينارات الحمراء هذه بالله القناوية 2500 ل 100 غرام هاي بدات تولي تتاكل هكا هو بربي انا البارح كنا في غار الملح صورنا على على كتريزا وكل الفلاحه يحكيوا لي على هذه معناها على الكلفه نتاعها وعلى قداش هما يبيعوها وقداش يلقوها بون تويك هذايا هو السوم نتاعها الحقاني السلام يعني السوم نتاعها في في الاربع دينارات ماكسيموم في الوقت هذايا نشوفوا شويه حوت صادق ها والحاج لهنا هي باش تعطينا اسوام مقبوله توا نجم مرحبا بالنسبه هذه المشل هذه اسمها المشل هذايا لا نقولوا الميل احنا الميل هاي حوجه بحريه خنيش هذا الميل مو شيء يقول المشل شيء الميل لا نعرفوها الميل الله يعينك اخويا عايش على شوي كلامار شوي ورقه الورقه ب 16800 كلامار لا فك علينا يفجر سوم عند تريل هذا تريل الحجر اي تاع الشيخ تريل 37800 قاروس بحري هذاك 49800 كل 50 عندك الماكرو السول السول هذه نتاع صغيرات اي
بي بي صادم اسبادون هذاك غادي هذاك المناني وسبادون هذاك المناني اي نعرفوه من شويه قرنين احنا نعرفوه برك المناني راه ما نشريوهش قد اسمه تو 52 ترونش قد فيها 200 غرام ترونش كيك 400 غرام 300 غرام هاي توزن هذا هاي توزن شويه كروفيت هاي كروفيت رويال هذه 49 50 كانت في 70 ثم طاح باقي طاحت اما باقي ال 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 اي باقي مكتوب التونسي طايح على الاخر على الاخر ان شاء الله خذ لي القرعه هذيك 2300 تم شو اسمه بطاطا بدينار و300 هنا او السوريز هذا رويال هاي فهمني هذا مازال مش بوشكاره مازال بوشكاره فهمني البطيخ قد اسمه تو 15 واش باه سالينا حاسيلو هاك سردينه ب 5800 قعدنا نمشيو هكا وهكا احنا ننصحك نصيحه كي تشري دلاع خذ الصغير اي هذا صغير بتاع الجنوب طايب بعلي وفي بلاستو ديما في بلاستو ربي يعاونك مهم ستار يا ستار هاي اخويا القناويه هاي تحب نشري من عندك 100 غرام قناويه شري لي انت رطل واحد ها برشني القناويه بنتها بالبرشني مش هكا يا عم محمد انا راود ديما نكمل بحذا الزمنيين نتاع المرشي من فضلك انت يرحم اما عييت من الكلام يرحم ميمتي والله عييت من الكلام نعرف كلنا مرضى وكلنا قلوبنا وجعتنا وانت تعرف وقت اللي كنت تجي بحذا عم التهامي الله يرحمه الله يرحمه وعمك فرح فهمتني ولا الله يرحم لك دم الكل الله يرحمه عمك خليفه وعمك الاسعد واي سيرتو عم خليفه عم خليفه عاد هذاك انترونور نتاع ياسين مغربيين كان ربي فضلك ويرحمك ربي فضلك عايشك يا محمد هكا هو جيت باش نسلم عليك وباش نكمل بحذاك انا نقول اليوم كملنا وما عادش باش نحكي على المرشي يا زينه تو جيت هاي هذه كل زايد الكلام زايد الكلام وقت اللي ماهمش قاعدين يسمعوا فينا والله غالب نحكي وكيك والله نحكي وكيك زايد الكلام احنا دونك هكا يا صادق باش نكون كمل جولة اليوم تسوق وتذوق في لفايات باش نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد وقبل ما نكمل أنا وقبل ما نختم بلاي للأمانة أنا البارح قابلت فلاح معز خليني نسميه في غار الملح وحكينا على وضع يقول لي رانا احنا كفلاحة رانا باش نسلموا في أراضينا وباش نخرجوا يظهر لي هذه السياسة اللي ماشيين فيها وأنهم يخليونا نسلموا في الأراضي متاعنا وإحنا هنا نشوفوا في النتيجة متاع الشيء هذا هي هالأسعار المرتفعة الفلاح اليوم التونسي ما عندوش حتى دعم الدولة ما تدعموش اليوم الفلاح التونسي قاعد ما أنت يعيش المضاربة في أخيب مظاهرها اليوم ما أنت كل المواد الأولية أسعار متاعها ولا تصاروخية ما عادش ما أنت أسعار اللي بتشجع الفلاح وأنه يواصل العمل متاعه هذا ملف كبير يلزمنا نحكيه فيه دونك ما نجموش نحكيه فيه هكا في لحظات في البوان مارشي متاعنا احنا باش نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع تسوق وذوق وأنا ديما نقول إن شاء الله ربي يجريها على السلاح إلى اللقاء